السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم السبت 18/6/2022 في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز. اليوم متابعين الكرام، المصري البورسعيدي فاز على الجونة 1-0، أحرز الهدف محمد غريندو من ضربة جزاء في الدقيقة 87. إنبي خسر من فيوتشر 1-2، أحرز هدف إنبي. اللاعب جودي في الدقيقة 82 هدفي فيتشر عند احمد رفعت من ضربه جزاء في الدقيقه 9 ومحمد رضا في الدقيقه 37. متابعين الكرام، الاتحاد السكندري فاز على مصر المقاصه 1-0 بهدف بواتينج في الدقيقه 3. بكره باذن الله تعالى مباراه القمه بين الاهلي والزمالك في مباراه مؤجله من الجوله 20 الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه. توقع هذه المباراه اكتب توقعك في التعليقات، وطبعا الفائز هنقول اسمه في الفيديو القادم، وكذلك هنكتبه على المنتدى. خلينا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الدوري حاليا في المركز الاول نادي الزمالك ب 44 نقطه من 20 مباراه. بيراميدز في المركز الثاني ب 43 نقطه من 21 مباراه. النادي الاهلي المركز الثالث ب 40 نقطه من 17 مباراه. فيوتشر المركز الرابع ب 39 نقطه من 22 مباراه. سموحه المركز الخامس ب 36 نقطه من 22 مباراه. طلائع الجيش المركز السادس 33 نقطه من 22 مباراه. البنك الاهلي المركز السابع ب 30 نقطه من 21 مباراه. فرق المركز الثامن 30 نقطة من 22 مباراة. إنبي المركز التاسع 26 نقطة من 22 مباراة. سيراميكا كليوباترا المركز العاشر ب 26 نقطة. الاتحاد السكندري المركز 11 ب 25 نقطة. غزل المحلة المركز 12 ب 25 نقطة. المصري البورسعيدي المركز 13 ب 23 نقطة. الجونة المركز 14 ب 21 نقطة. الإسماعيلي المركز 15 ب 19 نقطة. المقاولون العرب المركز 16 ب 19 نقطة. مصر المقاصة المركز 17 ب 14 نقطة. وايسترن كومباني المركز 18 والاخير ب 13 نقطه. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الهدافين احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك المركز الاول ب 11 هدف. المركز الثاني مروان حمدي لاعب سموحه ب 10 اهداف ومبلول لاعب الاتحاد السكندري. والمركز الثالث جون اوكي اوبوكا لاعب ام بي ب 9 اهداف. المركز الرابع احمد رفعت لاعب فيوتشر ب 8 اهداف وعبد الكبير الودي لاعب سموحه. والمركز الخامس خالد قمر لاعب الجونه ب 7 اهداف ومحمد هلال لاعب البنك الاهلي ومصطفى شلبي لاعب ام بي. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.